هذا ترجمة عملية للموقف الإسرائيلي المعلن الذي يعلن عنه نتنياهو ويعلن عنه جيش الاحتلال ويعلن عنه الحكومة حكومة الاحتلال، وهي أن هذه الحرب الدامية متواصلة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة حتى تحقيق كامل أهدافها. المؤشرات على الأرض تقول أن قطاع غزة بات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، أي أنه تحت الاحتلال على صعيد فصل نعم الشمال عن الجنوب، على صعيد تلك المنطقة العازلة التي قدرت ما بين 20 إلى 26% من أرض قطاع غزة، وإلى إصرار نتنياهو على مواصلة حرب، وأن أي مفاوضات وحديث عن صفقة محتملة هذا لا يتعارض مع المخطط الذي يقول أن الحرب على قطاع غزة مستمرة. نعم ولذلك ما يحدث على الأرض هو مزيد من الجرائم، مزيد من العدوان، مزيد من المذابح، ومزيد من النزوح الإضافي الذي عليه أهالي قطاع غزة مرة بعد مرة بعد مرة. وهذا هو شكل الحالة في قطاع غزة، عدوان متواصل نعم لم يتوقف. صعب أن حماس ما زالت مستمرة وقادرة على إحياء تحركاتها والعودة إلى هذه المناطق، هذا يعني بأن إسرائيل فشلت طوال هذه الأشهر في أن تفعل شيء، ومنه هي غير قادرة على إعادة الأسرى دون التفاوض الجدي مع حركة حماس. يعني بلا شك أن الهدف المعلن بالقضاء على حركة حماس فشل وسيفشل، ونتنياهو يعرف ذلك. والحديث في إعلام دولة الاحتلال حول عودة قوة حماس إلى مناطق الشمال وغيرها، هذا يريد أن يستخدم نتنياهو كمبرر لاستمرار الحرب، وأن وجوده في قطاع غزة مبرر ولا يمكن أن ينسحب من قطاع غزة طالما أن حماس قوية. لكن حقيقة سيدتي، أهداف نتنياهو هي غير تلك المعلنة، القضاء على نعم حماس إضافة إلى الصفقة. الأهداف تحقق كثير منها، وهي الاحتلال، احتلال قطاع غزة، السيطرة الكاملة على قطاع غزة، فصل الشمال عن الجنوب، إقامة منطقة أمنية عازلة، السيطرة على معبر رفح وإيجاد بديل، السيطرة على محور فيلادلفيا. الآن الاحتلال في كامل قطاع غزة ويفكر في المرحلة التالية، كيف يمكن له أن يسيطر على القطاع بشكل مختلف بعد أن يعني فشل في إيجاد أي بديل يحكم قطاع غزة، وهو الآن أمام حرب استنزاف في القطاع بعد الفشل في إيجاد بدائل وروابط قرى جديدة في القطاع. لكن نتنياهو حقق الكثير على حساب الشعب الفلسطيني والدم الفلسطيني، دمر قطاع غزة، لكن هو يريد أن يبقى في القطاع لأنه أعلن عن هدف القضاء على حماس وعن تحرير الأسرى. الأهم بالنسبة له الآن نعم أن يحرر أسراه لدى المقاومة. دمر كل شيء فوق الأرض، لا يستطيع أن يدمر كل شيء تحت الأرض بحكم أن الأسرى موجودين تحت الأرض، ولذلك هو يفكر في شكل المرحلة الثالثة، وهذا كله يدلل على أن الحرب مستمرة، لربما تأخذ أشكال أخرى لكنها مستمرة على قطاع غزة، وأن نتنياهو لن يخرج من القطاع، وأن أي اتفاق قادم لربما يستفيد منه نتنياهو في مراحله الأولى ويسعى إلى نسخه في المراحل الأخرى. نعم سيفكر مليا فيما يبقيه في الحكم، أي شيء يزيل نتنياهو عن الحكم لن يقبل به حتى لو كان صفقة تحرر له عدد من الأسرى لدى المقاومة. نعم هل تتوقعون أو على الأقل إن كان لديكم أي طريق تواصل مع حماس، هل تنصحون بالاستمرار في التفاوض أو بوقف التفاوض بعد هذا التصعيد العسكري الجديد؟ لا، نحن يهمنا فتحاويا وفلسطينيا أن يتوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني الآن قبل الغد، وما تلك المرونة التي يتم الحديث فيها التي أبدتها حركة حماس إن كانت في صالح وقف العدوان عن شعبنا فليكن ذلك. لكن عليها أن تنتبه تماما أن المفاوضات تحت النار ليست سهلة. نتنياهو ينتبه الآن ويعتقد أن الضغط على رفح هو من دفع حماس للتغيير والمرونة في موقفها، لكن بعيدا عن ذلك إن كان هذه هي الحقيقة أم أن المصلحة الفلسطينية هي الحقيقة، وهو ما نتمناه، أن تنظر حماس إلى ذلك نعم الاتفاق بما ينسجم مع مصالح شعبنا. ومصلحة الشعب الفلسطيني تقول اليوم نريد الوقف الفوري للعدوان عن قطاع غزة حتى نتمكن فلسطينيا عبر المؤسسة الفلسطينية الرسمية، عبر منظمة التحرير، أن نعيد الحياة نعم والاعتبار والإعمار إلى قطاع غزة. إن كان هذا الاتفاق سيقودنا إلى ذلك، نعم نحن مع أي اتفاق يفضي إلى هذا الأمر ليوقف هذا العدوان وهذا الدم وهذا الدمار عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.